المقادير عندي زوج كيلات تاع دقيق متوسط، عندي زوج مغارف صغار ملح، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة خميرة عادي تاع الخميرة تاع الخبز عادي، خميرة فورية. عندي زوج ملاعق زبدة ذايبين، وعندي الزيت اللي هي 6 ملاعق، 6. راح نبسس مليح الدقيق تاعي، نحاول نبسسه كامل، ندخل الزيت والزبدة في الدقيق مليح، يجي بنين بزاف، وحتى كيبات ما يبش، يجي كيما الكاطو. نتمنى تجربوه وتحكموا على الطريقة. ودركا نضيف نصف كيس خميرة، خميرة الكاطو، خميرة كيميائية. الخميرة راح تخلي الرخسيس تاعي يتفتت وحده، والحبة نتاع الدقيق تتنفخ وما تخليهش يبس. ونبدا نلم بالماء، اللي عائلته كبيرة كيما نقول لكم دائما ضاعفوا الكمية، تابعوا نفس الخطوات وضاعفوا الكمية تاعكم على حساب أفراد العائلة. أنا نضيف، نبقى نضيف الماء حتى تكون لي عجينة، ونقول لكم كمية الماء بالضبط. كيما تشوفوا العجينة بدات تلم، بدات لي كاس وربع، مانيش راح نزيد في المرحلة هذه، راح نحبس الماء ونهبط العجين تاعي في لو بلون دو طرافاي، ونعجنو غير شوي، مانعجنوش بزاف، شوي برك. كيما تشوفوا في المرحله هذه راح نحبس، قلت لكم يحتاج عجين بزاف لانه مش مطلوع، اللي هي كسره جهتنا في الشرق نقولوا لها كسره خميره، غير شوي كيما هاك. نقسموا العجينه تاعي، انا راح نديرهم 3 كريات متوسط الحجم باش يجيوني يعني ملاح، ما تجي كبيره ما تجي صغيره. وما تحتاجش تريح يعني ديريكتومون، نحطو الطاجين تاعنا يسخن ونحلوها بالحلال ولا بيدينا في طرشونة نظيفة، ونطيبو ديريكتومون. كيما قلت لكم اللي عائلته كبيرة، كيما شفتو جبت الطرشونة، نجمو تحلوها كيما قلت لكم غير بيديكم، واللي عندها حلال تنقص على روحها. ما نرقوهاش بزاف وما نخليوهاش خشينه بزاف، انا نحب نحل بيدي يعني نحس بسمك العجينه افضل من اللي نحلها بالحلال. الطاجين تاعي سخون، انا راح نطيبها في طاجين طين، راح نحطها هالطريقه، نخليها تحمى من الجهه للاسفل، ومن بعد نقلبها، ندير لها ثقوب بالفرشيطه، ثقوب بسيطه فقط، ونخليها تزيد تحمر من الجهه الاخرى، ونكمل زوج كسرات اللي بقاو بنفس الطريقه. كيما تشوفوا الرخسيس تاعي طاب جهايل ما شاء الله، نقسم معاكم وحده، جهايل كيما تشوفوا الصوره تعبر. نتمنى تجربوه على طريقتي ويعجبكم. كيما تشوفوا يجي مبسس ما شاء الله، وذوقه هايل. وفي الاخير نقولكم ان شاء الله تعجبكم وصفاتي وتجربوها، لما لا، ونطلعوا بزاف في رواحكم. والى الملتقى في فيديو اخر، سلام الله عليكم.